بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا الغالي، نروح إلى المثال رقم 2. يقول استخدم البولر كوردينيس لإيجاد هذا التكامل. طبعا هذا التكامل دي واي دي اكس، فمن اكس يساوي 0 إلى اكس يساوي 2، من واي يساوي لأكس إلى واي يساوي تحت جر 8 ناقص اكس سكوير. طبعا هذا عبارة عن خط مستقيم ودائرة. لو نروح نرسمه هذا هو الأكس، هذا الواي. الأكس يساوي لواي هذا، هذا الواي يساوي لأكس، هذا الكيرف عرفناه. أما الواي، الواي يساوي لي تحت جذر 8 ناقص أكس سكوير، فطبعا أنت تعرفه هذا عبارة عن لو ربع الطرفين، هذا أكس سكوير زائد واي سكوير يساوي لي 8، أو هو دائرة نصف قطرها R سكوير يساوي 8، أو R يساوي لتحت الجذر 8 أو تساوي 2 تحت الجذر 2. فهذا أيضا قدرنا نرسمه بهذا الشكل، أنه هاي دائرة نصف قطرها 2 تحت الجذر 2 أو جذر 8، وهذا هو جذر 8. بقى المنطقة منو اللي يريدها؟ هاي لو هاي، هاي لو هاي. وشون منين اعرف هاي نقطة التقاطع؟ طبعا نقطة التقاطع عندنا الاكس، عندنا الواي يساوي لي اكس، وعندنا الواي شو يساوي لي؟ تحت الجذر 8 ناقص اكس سكوير. نساوي الطرفين الواي 1 والواي 2، صار اكس يساوي لي 8 ناقص اكس سكوير تحت الجذر، ربعها صارت اكس سكوير يساوي لي 8 ناقص اكس سكوير، او 2 اكس سكوير يساوي لي 4 8 سوري، أو X كوير يساوي لي 4، يعني الأكس شي يساوي لي 2. فإذا الأكس يساوي لي 2، الواي هم شي يساوي لي، يساوي لي 2. ليش؟ لأن الأكس تساوي الواي. فهاي هي نقطة التقاطع حتى نعرفها، أنه الأكس تساوي لي 2، وهذا هو الواي شي يساوي لي 2. بقى حتى نحدد المنطقة اللي يريدها، هو إيش قال؟ قال بالواي دي واي، فحتى أحرك الواي قال من واي يساوي لأكس، أول كيرف يضرب به هو منه واي يساوي لأكس، إذن مو هاي المنطقة الفوقها، ثاني كيرف هو منه هو هذا اللي هو الواي، الواي شي يساوي لتحت الجذر 8 ناقص أكس سكوير. فالمنطقة اللي يريدها بالضبط هي هاي حسب الحدود اللي أدنى. وإذا تريد تتأكد أكثر أنا أنطيك تأكيد أكثر. شون قال الأكس، تبه قال الأكس من صفر، هذا الأكس يساوي صفر، إلى الأكس شقد؟ إلى 2، بينما المنطقة الثانية من أكس يساوي صفر إلى أكس يساوي لي جذر 8. الآن التكامل صار كلش سهل، نقدر نكامل مباشرة أنه هذا التكامل راح يصير عبارة عن دبل تكامل كوساين، كوساين اكس سكوير زائد ار سكوير اللي هو ار سكوير في ار دي ار دي ثيتا. شريد منك هسه؟ اريد الثيتا الاولى اشقد والثيتا الثانيه اشقد والار الاول اشقد والار الثاني اشقد. شوف الثيتا الاولى هاي هي اشقد؟ هي باي على 4 بزاويه 45. الثيتا الثانيه اشقد؟ باي على 2 لان الزاويه اشقد؟ 90. الار الاول هو اشقد؟ 0. والآر الثاني لو حركنا هذا الآر من هنا، هذا الآر الثاني هو منه اللي هو جذر 8، 2 تحت الجذر 2. الآن كامل لو تباوع التكامل الكوساين آر التربيع، شو يحتاج لنا؟ يحتاج لنا 2، فأقدر أقول نصف في تكامل من باي على 4 إلى باي على 2 من آر 0 إلى جذر 8. هنا صارت 2 آر في كوساين R تربيع دي R دي ثيتا. هسه مشتق داخل قوس موجودة، فصار تكامل من باي على 4 إلى باي على 6، تكامل الكوساين هو شنو؟ هو ساين R تربيع من 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 R يساوي للصفر إلى جذر 8 دي ثيتا. الآن هسه هذا النصف تكامل من باي على 4 إلى باي على 6، صار ساين تحت الجذر 8 اللي هو ساين 8 ناقص ساين 0 الكل شنو؟ دي ثيتا. ساين الصفر هو اشقد؟ 0. فصار نصف
ساين 8 يطلع يصير ثابت تكامل من باي على 4 الى باي على 6 الى باي على 2 اسف هاي منين جت 6 باي على 2 دي ثيتا ويساوي لي نصف ساين 8 ثيتا من باي على 4 الى باي على 2 ويساوي لي نصف ساين 8 ساين 8 في باي على 4. شكرا لكم.